على أي حال مبروك كرة اليد، وهنتحدث عنها ولا طبعا عندك ابطال كرة تفاصيل؟ اليد النهارده فازوا بالدوري بعد التغلب على الزمالك 27-26 في المباراة الفاصلة اللي احتكم ليها الفريقان بعد فوز الزمالك في المباراة الماضية. والحقيقة فريق كرة اليد يمكن برغم كل الثقة اللي فيه، لكن الناس كان عندها بعض القلق شوية، ده من خلال يا باشمهندس انه في الفترات الأخيرة باستمرار الأهلي بقى متقدم بسكور ثم يقلص الزمالك الفارق ويكسب بفارق جون، منتهى الندية هي الحقيقة شوف بين خلينا الفريقين واقعيين، جون دايما هو الفارق جون. الفرقتين فيهم نديه واضحه. يمكن في البطولات الافريقيه ما اهتمش الاهلي انه يدعم صفوفه بالشكل الكامل بعكس الزمالك. ف طبعا لكن المسابقات المحليه لا، الاهلي ماشي بشكل معقول، يستطيع ان يكون افضل من هذا. يستطيع، واعتقد الموسم الجاي باذن الله هيكون افضل من هذا في شغل كتير بيتعمل باذن مع الله الهاندبول. باذن الله. لان طبعا كره اليد كمان فيها لوائح غريبه، يعني انت ممكن كل سنه فرقتك دي تتغير. لكن القاعده القويه جدا جدا في الناشئين في النادي الاهلي هي اللي مخليه قادر يكمل، بدليل ان دوري المرتبط باستمرار للاهلي لان وراه قاعده قويه، قاعده ناشئين قويه. اتمنى التوفيق والكابتن عاصم حماد، وطبعا كل الدعم من رؤوف عبد القادر الذي يلقى ايضا كل الدعم من مجلس الاداره. وانا حضرت بعض اللحظات واتقال له شوف اللي انت عايزه واحنا كلنا معاك. فاعتقد النهارده انت بطل الدوري كره القدم، بطل دوري الطايره، الطايره رجال وسيدات كره اليد. اعتقد حتى الان الموسم نستطيع ان نطلق عليه موسم ناجح. هربت مننا مباراه السوبر، ارجو ان يدعم فريق اليد مركزه بكاس مصر ان شاء الله. بمناسبه